تتابعون الآن برنامج صحة وسعادة. للمشاركة في البرنامج يرجى الاتصال على الرقم 600-55-1414 أو عبر الرسائل النصية القصيرة SMS 4006. صحة وسعادة. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المستمعين، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم صحة وسعادة. صحة وسعادة برنامج تقدمه لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر إذاعتكم المميزة دائما إذاعة نور دبي. وفي هذا البرنامج حقيقة مستمعينا نفتح أبواب التواصل معكم لاستقبال آرائكم، مقترحاتكم، ملاحظاتكم، كل ما من شأنه أن يساهم في تطوير القطاع الصحي في إمارة دبي بشكل خاص ودولة الإمارات العربية المتحدة بشكل عام. فنتمنى تقضون معنا ساعة إذاعية ممتعة ومفيدة إن شاء الله. أرقام التواصل معنا بتخبركم عنها الدكتورة بدرية الحرمي معنا اليوم. صباحك الله بالخير دكتورة. صباحك النور والسرور محمود، صباحكم حب وتفاؤل جميع مستمعينا مستمعين إذاعة مميزة نور دبي. نذكركم أعزائي بأرقام التواصل هي 600-55-1414 وعبر الرسائل النصية 4006. تواصلوا ويانا ويسرنا وايد مشاركتكم في هالبرنامج. إذن أيضا بالإضافة إلى هذه الأرقام نحن موجودين لايف على DHA_Dubai وحساب نور دبي على الإنستغرام. اللي حاب يتواصل معنا حيا الله، لكن في البداية دكتورة نأخذ يعني أبرز ما ورد في وسائل التواصل الاجتماعي عبر حسابات هيئة الصحة في دبي مع الزميلة أسماء الجناحي. صبحك الله بالخير أسماء. صبحك الله بالخير أسماء. صبحك الله بالنور سور يوم دكتورة بدرية منورة حبيبتي. النور نورك أسماء. خبرينا شو آخر أخبار عندك. ناخذ الأخبار اللي كانت خلال هالكم من يوم. لجنة حماية الطفل في مستشفى لطيفة نظمت لقاء توعوي حول سلامة الأطفال مع الجهات شرطة دبي ومؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال وهيئة تنمية المجتمع. مو بس يعني كان فيها مثل أفعاليات وألعاب ورسم، لأن صحة الطفل مو بس عبارة أن أخلي البيت صحي وآمن وبدون حوادث، لكن الصحة النفسية مهمة، نحمي أبنائنا أيضا من الأشياء اللي ممكن تصير مع الغرباء وغيرها، لأن الصحة كاملة الصحة النفسية راح تأثر على الصحة العضوية بعد. صحيح، كلام جميل يا أسماء. غير هذا كان يوم العالم للغذاء والدكتورة بدرية حربي كانت منورتنا وتتكلم عن هدر الطعام ونصائح حول التغذية الصحيحة. ونختمها مع رسالتنا اليوم. هي نبغى نعرف رسالة. رسالة انت تحبينها صدقيني دكتورة بتعيبة تنسي. إن شاء الله. حب ما تعمل حتى تعمل ما تحب، وابحث عما تحبه في عملك، فلا يوجد عمل من دون عنصر من عناصر المتعة، هناك دائما عنصر مميز في عملك، شوف العنصر وركز عليه. يا سلام، كلام جميل جدا يا أسماء. تسلمين على هالكلام الحلو، وإن شاء الله نتواصل وياك باكر في يعني رسالة جديدة. رسالة جديدة ونحب نقول باكر إن شاء الله حنكون مع دكتور علي السيد مدير إدارة الصيدلية يجاوب على كل الاستفسارات. يعني الفترة الأخيرة الناس وايد جالسة تتكلم عن الصيدلية الذكية، فكل استفساراتكم راح أجاوبكم عليها إن شاء الله من الساعة 11 إلى 12 إن شاء الله تعالى. شكرا لك يا أسماء. ناخذ بما أننا نحن برنامجنا للتواصل المباشر مع المستمعين، قبل أن ناخذ الخبر مع اليوم ناخذ مداخلة من الأخ ثامر. صبحك الله بالخير يا ثامر. صبحك الله بالنور والسرور، كيف حالكم؟ الله يسلمك. الله بخير، هلا وسهلا فيك. صباح الصحة والرياضة إن شاء الله. يا سلام، الرياضة أهم شيء. نعم مهم الرياضة. شكلك على البحر يا تامر، أسمع مهد. والله نحن دائما على البحر وفي سفينة الحياة، فما في مشكلة. يا سلام.
أنا أدرب رياضي وأعداد بدني وأعداد ذهني وصحي، ودائما أنصح الناس بالصحة العامة، ولكن لاحظت في الآونة الأخيرة هذه في الشهر الماضي هذا الناس يعني تشتكي كثير، وفي نفس الوقت يعني ملاحظاتي على التربية للأطفال شيء مهم جدا، لأن لاحظت أن في يعني فيتامين موجودة أو فيتامينات في ويعني سبلمنت موجودة في الصيدليات، وهي تحتوي على مواد يعني مثل مادة الإسقاط، وتحتوي كمان على مواد ثانية. شو المادة مرة ثانية؟ شو المادة يا ثامر؟ أي مادة؟ إسبارتم هو سكر صناعي. والسكر الصناعي هذا يؤثر طبعا، الدكتورة أكيد عارفة هذه المادة وممكن تكلمنا عنها باستفاضة. وطبعا احنا دائما يعني نبتعد عن السكر، نبدل السكر في العصائر مثلا بالتمر، حتى لما نطلب عصير ما شاء الله تبارك الرحمن هناك كافيتريات كثيرة تطلب العصير، تطلب فيه مثلا تمر، تطلب فيه هاني اللي هو العسل مهم جدا. انا يعني حتى الشاي تشربنا العسل احلى. نعم دائما، وحتى ممكن تمنع التمر يعني ما تحط مع تمر ولا عسل، وتأكل فواكه طبيعية. الفواكه الطبيعية لها طعم سكريات، ولكن صحيح. بسبب أن نعطي الأطفال هذه السكريات بكثرة تيجي تعطي الطفل أبل أو بنانا أو anything of these يعني أي شيء من الفواكه ما يحبها. ليش؟ لأنه ما استطعم السكر الطبيعي من صغره. فمهم جدا لازم الواحد يعودهم يعني من الصغر على طول. دائما لما اعطي ليكتشر في اماكن او في مدارس او في يعني انا ادرب الفاعلين العائلات كيف التعامل صحيا واعطاء الاكل الصحي مع التدريب الرياضي. جميل. الاكل الخالي من هذه المواد. ان لاحظت أطفال كثيرين أسنانهم مسوسة، أسنانهم طايحة، عندهم مشاكل في التفكير. تامر عزيزي، أنت ما شاء الله اتطرقت لنقطة وايد مهمة، إن شاء الله راح نخصص لها حلقة كاملة عن تغذية الطفل. نحن بعد سامحنا لأننا مضطر أطلع فاصل، فأتمنى حتى مستقبلا تامر تأخذ زاوية جيدة للاتصال عشان نسمعك بوضوح أكثر. أنا تشرفت بمكالمتك. الله يسعدك يا رب، شكرا جزيلا لك. شكرا. طيب تامر، طبعا تطرق لموضوع جدا مهم اللي هي تغذية الطفل وتربية الطفل من البداية على المواد الطبيعية لاستخراج المواد التغذوية. طبعا نحن كان عندنا خبر اليوم جميل، يمكن نقوله بعد الفاصل، لكن بعد الفاصل أيضا عندنا موضوع جدا جميل اللي هو المنتدى الربع سنوي اللي ينظمه مكتب التحول التنظيمي في هيئة الصحة بدبي. ما نتعرف على هذا الموضوع كامل مع الدكتور محمد الرضا، وما أدري إذا الدكتور بسام محبوب بعد ما أنا ما شفته لي الحين، لكن احتمال يكون موجود أنا ما شفته، لكن منشوف هذا الموضوع ما نتعرف عليه بشكل مفصل بعد الفاصل، فابقوا معنا. صحة وسعادة. سعد الله أوقاتكم مرة أخرى مستمعين الكرام، حياكم الله معنا في برنامجكم صحة وسعادة. هذا البرنامج الذي قدم لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر إذاعتكم المميزة دائما إذاعة نور دبي. طبعا قبل الفاصل كانت هناك مداخلة جميلة من المستمع تامر. تامر كان يتحدث عن أهمية تغذية الطفل وأهمية استخراج المواد التغذوية من مصادرها الطبيعية. هذه شغلة وايد مهمة دكتورة، يعني أحيانا ممكن نحن نستغني عن الكثير من الأمور اللي تصنع كيميائيا، يعني صحيح. مثل السكر الصناعي، مثل البودرة، مثل هذه الشغلات لا ممكن نستخدم. يعني أنا عيبتني في بعض الشعوب وبعض المناطق يستخدمون أشياء جميلة، مثلا المربى يحطونه طبيعية، هم يسوونها فريش في البيت ويستخدمونه في الشاي مثلا مكان السكر أو العسل أو الليمون. حلو.
يعني كل شيء طبيعي أكيد بيكون الفائدة أكثر. ومثل ما ذكر بعده أنه مثلا الواحد يعود عياله من الصغر أن على الفواكه يعني أن يتناولون حبات الفواكه أفضل من يعني العصائر أو الشغلات اللي مثلا اللي فيها سكريات زيادة. فهو كل شيء بالتعود، وهي كلها عادات صحية إحنا نعود عيالنا من الصغر، أكيد بتم وياهم ما يكبرون. في وايد ناس نشوفهم الحين ما يحبوا مثلا فواكه أو الخضروات، ليش؟ لأن من الصغر ما تعودوا عليها، يقول إحنا ما تعلمنا ناكل مثلا. وهذا هذا خطأ الوالدين. صحيح. وأيضا يعني حتى موضوع العصائر، ممكن أنت الفواكه قيمتها تغذوية أعلى من أن أنت تعصرينها، لا تفقد تقريبا نسبة كبيرة من عشان الألياف اللي فيها بعد. بالضبط. هاي وايد لها قيمة يعني. فالأفضل أن تعودوهم مثلا لو حتى تسوون عادة صحية أن كل عصر مثلا تقطعوا لهم يعني كم من نوع من الفواكه، تفاح على موز على يعني عنب وأشياء، وتحطوا لهم مثلا في صحن، وهذا تخلون قدامهم مو في الثلاجة. في الثلاجة ما حد يعني ما بيخطر ببالهم يعني الناس تعايز يعني خاصة الأهل يعني ما بيصيروا يفتحون الثلاجة ويدورون. حاولوا أنتوا تعلمونهم يعني تحطونهم الصحن هذا قدام عينهم على طول، يعني كل عصر مثلا تعلمونهم هالشيء. جميل. دكتورة شوية جربي من المايك، ما شاء الله أنت ما شاء الله يعني صوتك هادي ومو مثلي أنا، أنا ما شاء الله صوتي يوصل. لا معي بنجرب المايك الحين بنطلع على الحقيقة. يلا زين. عموما نحن نأجل هذا الخبر دكتورة، بما أن الدكتور محمد رضا موجود معانا. الحين إحنا نبنقول عن اللي هو هيئة الصحة في دبي بدأت تحضيراتها لتنظيم منتداها الربع السنوي للتحول التنظيمي، واللي يركز في دورة الجديدة على موضوع الابتكار. وطبعا صحة دبي اعتمدت منهجية واضحة لعمال التطوير وتنفيذ استراتيجيتها 2016-2021. ومن أهم هاي الملامح أن الفرق اللي شكلتها الهيئة لقيادة وتنفيذ هذه اللي هو الاستراتيجية. وطبعا هذا المنتدى يضم عدد من القادة، قادة الفرق وكبار المسؤولين أو المشاركين سواء من المؤسسات الصحية العالمية أو غيرهم من الناس اللي يحرصون على المشاركة. وطبعا هذا كله يفيد في تبادل الخبرات والتجارب. عشان نعرف أزيد وأكثر عن هذا الموضوع عندنا في الاستوديو اليوم ضيفنا الدكتور محمد الرضا، مدير مكتب التحول التنظيمي بهيئة الصحة في دبي. أهلا وسهلا فيك دكتور، ونورتنا في الاستوديو اليوم. الله يخليك، صبحت الله بالخير دكتورة والمستمعين، والحمد لله على السلامة أبو يوسف. الله يسلمك، وما تشوف شرط على أمرك. مشكور يا دكتور. دكتور قبل أن ندخل في موضوعات المنتدى في الدورة القادمة، خلنا بس نذكر المستمعين. طبعا نحن متعودين أن كل ثلاث شهور نقول لهم عن هذا المنتدى، فخبرنا المنتدى هذا يعقد بشكل ربع سنوي، شو الأهداف من انعقاد هذا المنتدى؟ تذكر أخوي محمود أن قبل تقريبا سنة تم إطلاق استراتيجية الصحة بدبي 2016-2021 من قبل سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي حفظ الله. وإلى الآن نحن كملنا تقريبا سنة ونص في هذه الاستراتيجية، والحمد لله عندنا البرامج الـ15 اليوم كلها برامج حية لمست أرض الواقع، وقدرنا نطلع منها بنتائج. فهذا المنتدى الربع سنوي يتم تنظيمه داخليا في هيئة الصحة للقيادات هيئة الصحة ولقادة البرامج والمبادرات، بحيث أن تعرض نتائج هذه المبادرات وين وصلنا وشو التحديات اللي أمامنا. ممتاز. إنزين دكتور، بس بغينا نعرف يعني شو كيف يتم اختيار موضوعات المنتدى ومحاورة يعني كل هي على نتائج طال عمرك، ولكن أيضا على التحديات، يعني نختار أفضل برنامج حقق نتائج، ونختار أيضا أكثر برنامج نشوف فيه تحديات. الهدف من إثراء النقاش بحيث أن عندك اليوم كوكبة من قيادات هيئة الصحة متواجدة في نفس المكان، وفرصة طيبة جدا للعصف الذهني، فرصة طيبة جدا لتبادل الآراء والأفكار. ما بتصدقين دكتورة مرات يعني نحن نلف وندور على أساس نحصل جواب أو حل، نلقى الحل من هذا المنتدى، نلقى الجواب من أصحاب الشأن أو ذوي العلاقة في هذا المنتدى. أكيد الناس اللي تشارك وهذه كلهم يعني وهذا الهدف، الهدف أنه مشاركة الناس، إثراء النقاش وفتح باب حوار. صحيح. لحل التحديات. إنزين دكتور، شو دور قادة الفرق التطوير على وجه التحديد يعني في هذا المنتدى؟ تنفيذ المبادرات. اليوم عندنا ما يقارب 100 أو زاد عن 100 مبادرة
مبادرة استراتيجية في استراتيجيتنا. كل مبادرة لها قائد ولها فريق، ما يقارب 400 شخص يعملون على تنفيذ مبادرات الاستراتيجية. ما أقول لك ما في تحديات، في تحديات وحلاوتها بتحدياتها مثل ما يقولون، وحلاوتها لما الواحد يرد ويحصل الحل من أهل هيئة الصحة ومشاركة أيضا الشركات الخاصة. هالمرة عندنا الراعي للمنتدى شركة HCI Group من الولايات المتحدة. كل مرة لنا دولة ونشارك شركة من دولة مختلفة، شاركنا نيوزيلندا وشاركنا ساوث كوريا، شاركنا السويد، وبإذن الله بنشارك كندا، وعندنا أيضا المنتدى القادم برعاية شركة من الدولة، من دولة الإمارات. ما شاء الله. إنزين، وأسبوع اليوم سمعنا أن بعد فيه وصلنا إيميل بعد في منتدى كوني أنا قائدة مبادرة وياكم. هذا هو. كان الموضوع، ممكن تحدثنا أكثر عن موضوع المنتدى الأسبوع الجاي شو بيكون؟ محاور المنتدى بتكون الثيم الأساسي اللي هو الابتكار. وسعدنا جدا بإطلاق استراتيجية الإمارات للذكاء الاصطناعي، وعندنا أيضا متحدث عن الذكاء الاصطناعي في المنتدى بمشاركة إحدى الشركات الرائدة في المجال الاستشاري في الصحة. بنتكلم أيضا عن الابتكار في السياحة الصحية، المعلوماتية الطبية، الطباعة الثلاثية الأبعاد. عندنا متحدث مثل ما يقولون ولا أروع، بيتكلم عن الأدلة الجنائية واستخداماتها في الطباعة الثلاثية الأبعاد. يعني نحن دائما نقول بنطبع أساساً نستخدم هذا الجهاز لشيء يفيد المريض، هالمرة عندنا متحدث يقول لا، لو طبعنا الشيء الغلط كيف نحن ممكن. يعني أنت دكتور شوقيتنا أن يعني الأسبوع الجاي نشوف شو الموضوع بإذن الله. بإذن الله بيكون إن شاء الله من السيشنز اللي في الظهر عقب الساعة 2:30، بس حياكم الله دكتورة، بتحضرون إن شاء الله ومعنا الأخوة من الإعلام. أيضا بنتكلم عن الابتكار في التنظيم الصحي وحوكمة البيانات. حد يتكلم أنه كيف الابتكار في التنظيم الصحي أو السياحة العلاجية؟ لا، اليوم دبي طلعت بمنظومة جديدة للسياحة العلاجية تقود العالم. أنا سعيد جدا لما شفت أن كثير من الدول بدأت تقتبس من السياحة الصحية في إمارة دبي وتعمل مثلها. صحيح. بس هذا يحطنا أمام تحدي كبير. صحيح. أن كيف نحن بنغلبهم مرة ثانية. يعني عشان تين تخترتوا موضوع الابتكار بالذات، يعني أو أن محور الابتكار عشان هالسبب؟ محور الابتكار اليوم نبغي نعممه على كل كورنر في حياتنا مثل ما يقولون، مو بس في التكنولوجيا أو تقنية المعلومات. لا، أنا سعدت جدا لما شفت أن السياحة الصحية اليوم أيضا تتكلم عن الابتكار في تطبيقاتها العلاجية. سعدت جدا أن اليوم التنظيم الصحي اللي هو الريجليشن اليوم أيضا يبغون يبتكرون في طريقة البزنس بروسس، يعني الابتكار في حياتنا كلها، يعني في كل نواحي الحياة، مثل ما كانت الجودة في حياتنا كلها. صحيح. التميز، وهاي كلها تحت قيادة سيدي صاحب سمو الشيخ محمد. يعني دائما قاداتنا بعد يحثون على الابتكار وعلى الابداع. والله والحين عندنا الذكاء الاصطناعي إن شاء الله أيضا لازم ندخله في كل كورنر. على فكرة هو أوردي داخل في كل كورنر في حياتنا. اليوم لما نشينا الصبح استخدمنا جوجل مابس، هذا أيضا نوع من الذكاء الاصطناعي. جميل دكتور، نحن نستكمل معك هذا الحوار، في وايد محاور أنت ذكرتها كان المفروض نحن نركز عليها. أيضا ما نتكلم عن باقي جدول أعمال هذا المنتدى. ما نطلع فاصل، بس قبل فاصل دكتورة، بوسعيد يسأل أطفالي أعمارهم بين 7 و18، أيهما أفضل لهم، أن يتناول الحليب الكامل الدسم أو قليل الدسم؟ والله اللي هو أقل عن 2 اللي أعرفه أنه يكون كامل الدسم يكون أفضل لهم، عشان يعني يأخذون كل والله الفوائد الكاملة. أنا سمعت أصلا الحليب دائما الكامل الدسم هو أفضل من قليل الدسم يعني. حتى للبالغين دكتور يقول، لأن في مكونات غذائية الواحد لما يأخذ قليل الدسم يفقدها. فما أدري دكتور، أنت بعد طبيب، شو رأيك؟ والله طول العمر ما بنبدي راينا، خاف وفاء عايش تسمعنا. ما نحول السؤال على وفاء عيل. عموما ما نطلع فاصل مستمعينا، بعد الفاصل ان شاء الله مرجع لكم. صحة وسعادة.
سعد الله أوقاتكم مرة أخرى مستمعي الكرام، حياكم الله معنا في برنامجكم صحة وسعادة. قبل الفاصل كنا نتكلم عن منتدى الربع السنوي اللي يقيم مكتب التحول التنظيمي. طبعا دكتور محمد الرضا كان يحدثنا عن هذا المنتدى، ولكن أيضا دكتور أنت ذكرت أن هنالك قادة للفرق الابتكار سوف يكونون موجودين في هذا المنتدى. نحن معانا عبر الهاتف أحد هؤلاء القادة أو قائد فريق الابتكار في هيئة الصحة بدبي، الدكتور بسام محبوب استشاري ورئيس قسم الأمراض الصدرية في مستشفى راشد. صبحك الله بالخير دكتور. صبحك الله بالخير يا محمود، كيف الحال؟ دكتور أنا دائما لي عتب عليك، يعني نقول لك تعال الاستوديو زي آخر لحظة تتذكر أن عندك مرضى وعندك شسم عيادة وناخذك عبر الهاتف. يعطيك العافية دكتور، صباحك الخير. صباح النور يا هلا والله. يعني بما أنك أنت قلت الموضوع الآن الهوى، فأنا أقول لك أني أنا مودر مرضى ودخلت في غرفة ثانية عشان بس أقدر أرد عليكم. الله يواليك الصحة والعافية دكتور. كنا نتحدث عن هذا المنتدى ونتحدث عن اختيار محور الابتكار في هذا المنتدى من خلال الجلسة القادمة أو أعمال المنتدى القادم على الأسبوع الجاي، فخبرنا دكتور عن هذا المحور وأهمية يعني إيجاد مثل هذه المنصة لتلاقي مثل هذه الأفكار ضمن هذا العصف الذهني الدولي، أنا أقدر أسميه لأنه تجيبين حتى ناس من خارج الدولة يشاركون في هذا المنتدى. طبعا أولا صباح الخير عليك وعلى كل المستمعين، وأشكر الدكتور محمد على المقدمة الجميلة هذه. حقيقة يعني إحنا اليوم نتكلم عن الابتكار، مش نوع من الترف الفكري أو من شيء زيادة أنت تبغي تسويه. الابتكار الآن وإن كانت كلمة فضفاضة يعني تستخدم في كل مكان، لكن حقيقة هي أسلوب حياة. القيادة الرشيدة أنها متوجهة في موضوع الابتكار، تحث الناس وتحث القطاع الحكومي على التفكير في عملية الابتكار، وطلعت سياسة في آخر 2015 بداية 2016 اللي هي استراتيجية الابتكار لدولة الإمارات. لما بنتكلم عن الابتكار، هو أي شيء جديد أنت تجي فيه تحسن في خدمة موجودة أو تبدأ في خدمة ما كانت موجودة، في النهاية أنت تقدم منتج آخر فيه نوع من التفكير اللي يسهل على الخدمات. نحن الآن قطاع خدمي ونحن مؤسسة تعنى بصحة المرضى، فبالتالي ابتكارنا لازم كله يصب في راحة المرضى، في سعادة المرضى. حديثا في خلال السنة اللي فاتت أو السنة اللي قبلها، الشيخ محمد بن راشد حفظه الله ابتدى يتكلم عن موضوع السعادة، فصار الآن ابتكاراتك أي شيء بتسويه لازم تصب في سعادة المرضى. الابتكارات طبعا كثيرة، ممكن تتكلم عن ابتكار في إجراء روتيني تسوي، ممكن ابتكار في تسهيل معاملات مرضى، ممكن ابتكار في أدوية، ممكن ابتكار في أجهزة وغيره. الآن في هيئة الصحة نحن البرنامج الأول كان هو طرق علاجية مبتكرة. نحن عندنا تطبيق الاستراتيجية مثل دكتور محمد تفضل، أن خلال السنوات القليلة القادمة لازم ننتقل بهيئة الصحة إلى مستوى آخر، وهو كيف تقدم صحة أو خدمة صحية بأسلوب حديث بأسلوب مستقبلي. بمعنى اليوم العنصر البشري صار مش يمكن استخدامه، لا يمكن تضيفه في شكل آخر، لأن ممكن التكنولوجيا تحل مشاكل كثير من هالشيء. فبعطيك على سبيل المثال، الآن المريض لما يجي يتحول على النظام الصحي إنه يتصل أو يروح العيادة أو يروح الإسعاف أو وبعدين يشوفه لما يوصل استشارة. الآن مع الطرق الحديثة باستخدام الذكاء الاصطناعي، يمكن من المناسب قول الآن صاحب اسمه الشيخ محمد حفظ الله أمس أطلق استراتيجية الذكاء الاصطناعي. الذكاء الاصطناعي اللي هو كيف الكمبيوتر والحاسب الآلي يبتدي يفهم احتياجاتك
وانت تعطيني المعلومات اللي انت تبغيها. فبالتالي الذكاء يعني لما انت تبغى تستخدم الذكاء الاصطناعي هذا، ونحن ان شاء الله باذن الله قريبا بنتكلم عن مبادرات كثيره يعني لنا، بس اليوم نحن بنتكلم عن 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 الشيء بشكل عام. الذكاء الاصطناعي محمود، انا ادرب الكمبيوتر والحاسب الالي على انه يتعامل مع المريض، سيكون اول انترفيس او اول تخاطب لي مرضى هيئه الصحه معه الذكاء الاصطناعي. يا سلام. الذكاء الاصطناعي قادر على انه ياخذ منك اسئله. الو، معك دكتور، نسمعك. الذكاء الاصطناعي بيكون انت تروح تقول له انا عندي ويا اعتراضي، انا عندي الم في صدري، انا عندي كذا، هو يوجهك من خلال اسئله الى اما يعرف اذا كان الشيء اللي عندك بسيط تاخذ له مسكن او شيء، او شيء لا تحتاج تشوف اخصائي، او بنطلب لك الاسعاف. هذا هو تطبيقات المجال او الذكاء الاصطناعي. هذه احد المبادرات اللي ان شاء الله باذن الله بنتكلم عليها حديثا، احنا اوريدي ماضيين فيها وفي اشياء ابتدينا فيها، بس ان شاء الله في وقته بنعلنها. من ضمن برنامج الابتكار اللي هو التطبيب، اللي هو التطبيب او التطبب عن بعد. هذا نحن اوريدي ابتدينا فيه الان. احنا كل يوم ثلاثه عندنا عياده، اللي هو مثل اليوم هذا عشان تدري شوي انا مشغول اليوم، يكون عندنا ساعه كامله نشوف فيها مرضى من خارج مستشفى راشد، ناس يونا من حتى، ناس يونا من حياده البرشه وغيره، كان دائما يصعب عليهم انهم يتواصلون معانا وزحمه الطريق والباركينج وكذا. الان انا اوفر لهم الاستشارة اللي هم يبغونه، يشوفونه في خلال ربع ساعه نص ساعه، المريض مرتاح، الدكتور ما تحرك مكان بعيد، انا خففت الزحمه، انا سويت اشياء وايده، وفرت عليه الوقت بعد والجهد يعني. وفرت عليه الوقت والجهد. من ضمن المبادرات في برنامج الابتكار عندنا شيء يسمونه الشراكات الحقيقيه مع مراكز البحوث ومع شركات الأدوية. الآن معظم شركات الأدوية الموجودة عندنا أو الناس اللي احنا نتعامل معهم يتعاملون معنا كجهة يبيعون لها الدواء أو يبيعون لها منتج آخر. الآن مع برنامج الابتكار محمود، هي رحلة، هي مش شيء تسويه مرة واحدة، It's a journey، رحلة تأخذ لها فترة طويلة. الآن عشان تمشي أنت في هذه الرحلة وتنجح، أنت تحتاج إلى شراكات حقيقية. اليوم القطاع الخاص شريك فعال في الرحلة هذه. شركات الأدوية نطلب منهم الآن شاركونا في موضوع الابتكار، شاركونا في البحوث، شاركونا في منتج معين. اليوم ممكن الشركة تبيع لك دواء مال السكر ماشي، ولكن ممكن الشركة نفسها تساعدك على برنامج وعلى آب يتابع المريض وهو موجود في البيت. ممكن شركة الأدوية تمشي معاك في بروجرام يسوي لك وقاية للناس اللي ممكن يطلع عندهم سكر. فهذه كلها شراكات. أيضا من ضمن الشراكات الفعالة عندنا الجامعات، وهذا يمكن كان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد والحكومة، يعني هاي من ضمن النقاط اللي هي مهمة. اليوم أنت تبغى تطلع بأفكار تطلع من رحم المجتمع، يعني مش كل الأفكار لازم تكون جاية من السيليكون فالي ولا من الصين ولا من غيره. لا، عندنا جامعات قادروا عن طلبة تخرج بكالوريوس ودكتوراه وماجستير اللي ممكن يقولك أفكار هذه، بس لما أنت تشترك مع القطاع الخاص هو بيدعم الأفكار هذه وتتحول إلى منتج، والمنتج هذا يباع، وبالتالي أنا بكون شريك في عملية الابتكار مش فقط نستخدم هذا الابتكار. صحيح. إنزين دكتور، أنتوا ما لاحظتوا يعني شو ردة فعل مثلا الناس المستفيدين من الخدمات؟ شو ردة فعلهم مثلا، أو مثلا كيف ردودهم اتجاه يعني الأشياء هذه اللي ذكرتها، مثلا التطبب عن بعد وغيرها من الأشياء المبتكرة؟ أو والله يعني رد الفعل الأولي من المرضى مثلا اللي شفناهم في عيادة حتى أو اللي في عيادة البرشة وكذا، كان المريض مرتاح جدا ومبسوط، أنا وفرت عليه مشوار، شاف الطبيب، كلمه بنفس الطريقة وكذا، فكان رد الفعل ممتاز. الآن رد الفعل الآخر، أنا ببين إن أنا بعد أنا وفرت، صحيح، وفرت جهد وزحمة وغيره وكذا. فلا شك يعني دائما استخدام التكنولوجيا لازم تكون في مصلحة وسعادة الناس. صحيح. التكنولوجيا هذه قد تكون ضارة، لكن هاي من الاستخدامات النافعة تماما، وطبيا تشوف الأثر مباشرة عليها.
يعطيكم الألف عافية دكتور، وإحنا جدا استمتعنا بحديثك، ونتمنى لك كل التوفيق، واسمح لنا طلعيناك من عيادتك. الله يحفظكم. ما علي، الله يحفظك. شكرا، شكرا دكتور. حياكم الله. يا هلا. طيب دكتور محمد، يعني الابتكارات اللي تطلع في المجال الصحي والمجال الطبي كثيرة جدا. الآن نحن نتحدث عن الذكاء الاصطناعي وواحد المحاور الرئيسية في هذا المنتدى. دكتور بسام عطانا يعني مثل لمحة سريعة عن الذكاء الاصطناعي، ولكن هذه هي الثورة القادمة في مجال التكنولوجيا. نبغي شوية ناخذ المستمعين بعمق في مجال الذكاء الاصطناعي. أنا أعرف أن هنالك يعني هنالك ممارسات كثيرة تمارسها بعض الشركات مثل جوجل، إذا ما تكلمنا عن جوجل، جوجل تمارس هذا الموضوع، موضوع الذكاء الاصطناعي، بحيث ممكن أن تعرف متطلبات الشخص اللي يتعامل معها من خلال استخدامه لمحرك البحث هذا، أو حتى بعض الشركات مثل شركات التسويق تقرأ هذه الممارسات اللي يسويها الشخص وتبتدي تعطي بعض الأوفرات من خلال هذه الممارسات، من خلال قراءته لمتطلبات هذا الشخص. ولكن في القطاع الصحي نحن وين رايحين؟ أنا جدا سعيد لما قريت المحاور الأساسية في استراتيجية الإمارات للذكاء الاصطناعي 2031. المحاور الأساسية هي 4: الحوكمة، التفعيل، تنمية القدرات، والتطبيق. في محور التطبيق بصريح العبارة مكتوب دمج الذكاء الاصطناعي بنسبة في الخدمات الطبية. إذا جينا نحن نترجمها إلى أرض الواقع، تخيل اليوم عندك أشعة. هاي الأشعة محتاجة إلى متخصص في الأشعة، في طب الأشعة، عشان يقراها، محتاجة إلى طبيب يعالجها. إذا حطيت الأشعة أمامك ويبت مثلا تليفونك أو أي جهاز آخر ومسحت على هالأشعة هذه، الذكاء الاصطناعي اليوم بيعطيك التشخيص ويمكن يعطيك أيضا العلاج، طرق العلاج. فوفر عليك وقت كبير. يعني إذا تخيل أنت اليوم طبيب أشعة والدكتورة هني طبيبة، عدالك اليوم أمامكم أشعة جدا صعبة وايد تستوي، مو بكل إنسان مثل الآخر، مو بكل أشعة مثل الآخر، ومو بكل أشعة محتاجة إلى علاج أو تدخل، ترى مرات مو محتاجة. حطيتوها أمامكم وخذلكم ربع ساعة نص ساعة تتشاورون، قلتوا لا محتاجين رأي خبير آخر وطبيب آخر، وطلعتوا الأشعة إلى خارج الدولة وكذا، فطولت الموضوع. آب معين اليوم يقدر يمسح لك هالأشعة ويقول لك ترى أنا بعطيك الديفرنشال دايجنوسيس، أو الـ 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 الاختيارات اللي هي الأولوية في تشخيص هذه الأشعة، وزائد بعطيك ريكومنديشن أو اقتراحات بالنسبة للعلاج. في ثواني كم وفرنا عليك؟ وبدل ما تشوف أنت اليوم كطبيب أشعة 30 أشعة وتقدر تعطينا تقرير عليها، ودائما ما يتأخرون أخواننا ترى في الأشعة، تقدر اليوم تعطينا 60 أشعة. هذا اتهام خطير لكم. لا مرات يتأخرون يعني والبعض وليس الكل، ممكن يكون عشان الضغط اللي عليهم. صحيح. بس دكتور يعني دكتور تدافع عنهم. أكيد لازم. مو موضوع ضغط، أعتقد دكتور يعني نحن ما وصلنا مرحلة أن ممكن الصور هذه تطلع بشكل سريع. أتمنى مستقبلا تطلع بشكل سريع. يمكن التكنولوجيا اليوم موجودة، وإحدى الشركات الموجودة عندنا في المسرعات تطلع لك هالأشعة بطريقة وايد سريعة، وممكن تعمل الترانسفر أيضا بطريقة سريعة، لكن هاي جزئية بسيطة يعني من 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 كذا جزئية. أهم جزئية اللي هي التشخيص والعلاج. صحيح. يعني أنا حتى لو سرعت البرينتينج تبع الأشعة بعدني ما عملت شيء تراني. صح. إنزين دكتور، الحين أنا أسمع وايد ناس يعني يوم نطري لهم الابتكار والتغيير هذا، يعني هل هذا الشيء شو مدى دقة هالأشياء؟ يعني مثلا هل هالشيء يغني عن الطبيب مثلا، أو مدى يعني عن تشخيص الطبيب أو غيره؟ في ناس وايد بتسائل، في ناس يعني لا ما يطمنون إلا إذا دخلوا على الدكتور وسمعوا الكلام يعني أن شخص لهم هذا. هل هذا الشيء شو مدى فعاليته ودقتها يعني؟ أول جزئية من سؤال الدكتورة، نحن كمجتمع نحب أول خطوة يكون فيها لقاء بين المريض وبين الطبيب. صحيح. ما تعودنا أن أنا ممكن أكلم شخص يعالجني عن طريق السكايب أو عن طريق التليميديسن. لا،
أبغى أقابل الطبيب أمامي أتعرف عليه وأرتاح له نفسيا. لأن في نوع من المخاوف يعني بالضبط. في البداية لازم تزول هذه. فهذا الشيء يطمن في مجتمعنا أنه ما بيقبل أي شيء. هذا واحد. رقم اثنين، هذه كلها تكنولوجيات مساندة أنا أسميها، تساعد الطبيب ولا تستبدل الطبيب. صحيح. تساعد الدكتور محمود أنه يخلص له بدل 30 أشعة يخلص له 60 أشعة، لكن لا تستبدله. صحيح. ممتاز. في سؤال شوي خارج الموضوع دكتور، حد كان يتكلم يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيف الحال؟ استفسار، واحد طلب تقرير طبي كم يوم ياخذ لين يجهز، وأيضا ياريت تبقى التقارير الطبية مكتوبة باللغة العربية حتى يتمكن المريض من فهم حالته وليس فقط الطبيب. أولا التقارير الطبية أنا أعتقد تأخذ لها من 3 أيام إلى 5 أيام إذا ما كانت في نفس اليوم. هذه من ناحية. من ناحية ثانية أن تطلع باللغة العربية يعتمد أنت وين تبغيها. إذا بتبعث هذا التقرير لألمانيا أو لأمريكا صعب أنك تعطيه مياه باللغة العربية، لا تعطيه مياه باللغة الإنجليزية. لكن هل هذا دكتور ممكن مستقبلا من ناحية الابتكار على السريع دكتور، أن نشوف مثل ما تحدثنا عن نظام سلامة وغيره من الأنظمة، أنه ممكن نشوف هذه التقارير وهذا الهيستوري الخاص بالمريض موجود على تليفونه؟ ممكن. اليوم كثير من البيانات اللي تدخل في التقرير تكون موجودة في الملف الطبي الإلكتروني، فبالتالي الاقتباس جدا سهل. لكن شو تقتبس على أساس أن تعمل هندسة معينة للتقرير؟ لأن التقرير يدخل فيه جهد كبير ترى، ما صحيح نحن نشوفه صفحتين أو ثلاث، لكن ممكن يكون من أكثر من دكتور بعد. صحيح، من أكثر من طبيب. ممكن المريض فيه يعني كذا حالة طبية تستدعي مثل ما تفضلت الدكتورة رأي كذا خبير، فبالتالي هل ممكن أن نحن نقتبس بسرعة من الملف الطبي الإلكتروني؟ لكن يتم التقرير هو مثل ما يقولون تيلر ميد، يعني مصمم لطلب المريض لحالة المريض على أساس أنه يوضح جزئية معينة. أنت ما تقدر تكتب حياة المريض كلها في التقرير. صحيح. هذا صحيح. تكتب تأخذ اقتباسات معينة. ممتاز دكتور، قبل لا أختم معك يعني نذكر بس بالمنتدى بشكل سريع، وين بيعقد وتاريخه والمحاور على السريع دكتور بإذن الله. هل الدعوة عامة أول شيء؟ الدعوة طال عمرك حالي، نحن نتمنى أن الدعوة تكون عامة إن شاء الله الأيات إن شاء الله بإذن الله، لقادة البرامج والمبادرات والقيادة في هيئة الصحة بدبي. بيكون بإذن الله في فندق حياة رجنتي كريك هايتس في مدينة دبي الطبية يوم 23 أكتوبر الأسبوع القادم. بيتجزأ إلى جزئيتين، أول جزئية هي المنتدى، ثاني جزئية بعد الظهر بتكون الورش التخصصية في الطباعة ثلاثية الأبعاد في التنظيم الصحي وفي حوكمة البيانات، بالإضافة إلى المحاور الصباحية اللي هي السياحة الصحية المعلوماتية الطبية والذكاء الاصطناعي والطباعة ثلاثية الأبعاد أيضا. نتمنى الحضور إن شاء الله من قادة البرامج. أكيد إن شاء الله، وكلها مواضيع شيقة صراحة وتخلينا يعني نتحمس أن نحضر إن شاء الله. كل التوفيق لكم دكتور محمد رضا مدير مكتب التحول التنظيمي في هيئة الصحة بدبي، وأيضا كان معانا عبر الهاتف كذلك الدكتور بسام محبوب. بعد نتمنى على التوفيق إن شاء الله. يعطيكم ألف عافية وشرفتونا اليوم. شكرا لك دكتورة بدرية الحرمي، كذلك كانت معنا اليوم شاركتنا التقديم عنا في التنسيق ميرا الغفلي. شكرا جزيلا، وشكرا لك يا أيمن سرحيل، وهذه تحياتي محدثكم محمود يوسف العلي، وحتى نلقاكم إن شاء الله في الغد نقول لكم دمتم بصحة وسعادة. صحة وسعادة بالتعاون مع هيئة الصحة بدبي.